أيوب واحد طفل اللي هو نشيط ما شاء الله عليه وحركي وعنده حب الاستطلاع، حب الاستطلاع في الحوايج اللي هما مفيدة ماشي في الحوايج اللي هما غادي يضيعوا ليه غير الوقت. مثلا عزيز عليه يقرأ الكتب، مجلات، أي حاجة طاحت في يديه ما شاء الله كيقرأ، كيبغي يكتشف، كيبغي يعرف، كيبغي يسول، عنده داك الفضول الإيجابي. الإلمام بالبرمجة بدا تقريبا هذه شي 3 سنين تقريبا أو 4 سنوات، بدا كي يبحث في هذا المجال ديال البرمجة وفي التكنولوجيا. كيقلب دائما على أنه مثلا يشغل واحد الحاجة، واحد المحرك، أو أنه يشعل مثلا مصباح، او المهم دوك التجارب اللي هما بسيطه في الاول. هكا بدا الحب ديالو للتكنولوجيا وبداو التجارب ديالو الاولى. ما شاء الله ايوب طفل اللي هو لحد الان موفق ما بين الدراسه ديالو وما بين هذا المجال اللي هو غادي فيه دابا ديال الاعلاميات. فاش كنا كنخرجوا مثلا هكا الاسواق وهذا كيبانوا ليه كتب، كيقول لي انا بغيت هذه الكتب، كنقول ليه راهم فايتين مستوى ديالك، كيقول لي انا عارف غادي نعرف هذا الشيء، غادي نقراه، غير خذيه ليا. وانا ما كنتش كنعترض على هذا الشيء بطبيعه الحال، مادام هذا الشيء ما كيضروش حتى شي حاجه، يعني غير غادي يزيد معرفه، كنت كنبادر لهذا الشيء. دائما كنت كناخذ لي كتب سواء كان معايا سواء ما كانش معايا، وهذاك الشيء بطبيعه الحال لاحظت بانه زاد به القدام، يعني داك الشيء فتح ليه الحمد لله العقل ديالو وبشهادة ديال الأساتذة اللي كيقريوه. صراحة فرحت بزاف ملي شفته اليوم، حيت أنا ديجا كان هو دار عروض في المدرسة وما كنتش أنا حاضرة، ولكن اليوم ملي حضرت شفته صراحة كأي أم افتخرت بولدي، ما نكذبوش افتخرت بولدي. بطبيعة الحال كنتمنى نكون عندي الحظ بحال هذوك الامهات اللي استقبلهم سيدنا مع وليداتهم اللي شرفوا البلاد. ما نكرهش حتى انا ولدي شرف البلاد واستقبلني جلال الملك، علاش لا، هذا حلم اي ام مغربيه، علاش لا. انا كنتمنى لايوب انه يدرس في شي مدارس اللي هما غادي يزيدوا يطوروه، غادي يزيدوا به القدام لهذا الشيء اللي كيبغي، هذا المجال اللي هو غادي فيه، انه يقرا ويوصل المناصب اللي هي كبيره ان شاء الله. كنطمح ان الابن ديالي ان شاء الله حتى هو يوصل داكشي اللي بغى ويحقق الدرجه الاولى، داكشي هو اللي بغاه هو وكيطمح ليه وكيبدع فيه وكيبرع فيه، يعني ماشي انا اللي غادي نفرض عليه شنو اللي غادي يدير. انا من الاول ما فرضتش عليه هذا المسار، هذا هو اللي غادي فيه، وحتى دابا كنقول الله يوفقه، الله يوصلوا لداكشي اللي بغى. لا غالبا ملي كيهضر ليا هو على هذا الطموح ديالو هذا كنقول ليه باقي بعيد الحال، دابا يعني ديها في الدراسه ديالك وديها في قرايتك، وداكشي كيجي من بعد. انا ما كنتش كنظن بان غادي يكون هاد ليفينمون، غادي يكون هاد الاعلام، غادي يكون هاد الاهتمام من وسائل الاعلام وهادشي. انا كنت كنقول ليه وفق هذاك، كتبقى هوايه والدراسه ديالك هي الاهم. صراحه انا كيبقى فيا الحال ملي كنشوف الاطفال كيتعطاو لهم الهواتف المحموله وكيتعطاو لهم البيسيات وما كاينش مراقبه، والالعاب وادمان الالعاب وادمان شي حوايج اللي هي غاديه بهم في واحد المسار اللي ما صراحه ما غاديش يخرجهم. كنصح الوالدين بالمراقبه. وما تنساوش تابوناو معنا في لاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.